حابب ان اسمع شهاده الكبير التصرف فيه اولا لكي ندخل في اجواء الشعر. ساقول انا يعني ركعت الى ربع ساعه كامله كم ما شاء الله ربي جاي من بعيد من المعادن. اقول مقتطفات ربما يعني تعبر عن محمود حسن. اولها كاني اذا ناديت اغرب زائري واني مقيم في ثياب مهاجر اسير ولا مال لدي لافتدى على جبهتي تطفى بقايا السجائر فذا مخرج في بؤبؤ العين ساجد وكلابة سلت جميع أظافر وليس أخ إن مت لست بستي وتمتعني عظما لصوص المقابر. وتكتبه القصيدة ألف باء وأكتبها كمسألة اشتهاء فلا حرفي يعاندني عصيا ولا حبري يلطف رهطا فلا حرفي يعاندني عصيا ولا حبري يلطف أصدقائي وشعري في ملابسه أنيق بربطة عنقه والكبرياء وعفو إن كتبت الشعر عفو أطهره كنطفة أمي وعفو إن كتبت الشعر عفو أطهره كنطفة أنبيائي وأنفخه بروح من سحاب وأصلبه ليسكن في السماء. ثلاثة محمود حسن غاضبا شطران في بيتيه يصطرعان لا قلبها بكر ولا الشفتان جسمت على صدر القصيدة كفها فتبرمت واستبرأ الثقلان لست التي ملكت زمام الكبرياء ولا ورثت زمرد التيجان فتأنت بأناقة الكذب الذي ما زال يفصمني وأصطبعاني وتملأت حيث التملؤ خدعة ما زلتما في ربحة الأبدان فإساف يبتكر الجريمة ساذجا فإساف يبتكر الجريمة ساذجا مش عارف ايه ويعز بالأوثان ويعز بالأوثان فإساف يبتكر الجريمة ساذجا في كعبة ويعز بالأوثان شيئان شيئان من عبس اسمح لي يا استاذ احمد ثانية واحدة بس معلش فإساف يبتكر الجريمة ساذجا في كعبة ويعز بالأوثان شيئان من عبس بلا تفاحة عريا على الطرقات يشتبكان رأس احتواك وقد تصدع غاضبا فلتحذري من ثورة البركان إني أموت ولم يزل مائي معي
إن شئت قلت هلم للطوفان. الشعر مملكة ولست بلجة فتأدبي في حضرة السلطان. الشعر مملكة ولست بلجة فتأدبي في حضرة السلطان. من ألف يوم عند ربك لم تلد قبلى هي الكلمات بالمثال. لا تكشف ساق الحروف جريمة كبرى عناق الحرف والكهان.